سنقوم بإنشاء شريحة وعرض بالدخول بالنقر على زائد هنا. ممتاز. ثم بعد أن نقوم بالفرشاة، بعد أن نقوم بالدخول نقوم باختيار التيم الموضوع أو ألوان العرض، أي لون هنا يمكن أن نختاره على حسب طبيعة العرض وموضوعه. مثلا صيغين، ثم ننقر على هذا الرمز هنا بريباراسيون، يتم إعداد الشرائح. جيد، إذا هناك شريحة أولى، هذه هي الشريحة. لأن كما في الباوربوينت نجد يعني مواضع افتراضية لكتابة النصوص يمكن استغلالها. مثلا ننقر مرتين هكذا، نكتب ما هي أطول سورة في القرآن الكريم. هكذا، هذا هو السؤال. يمكن تحريك هكذا. جيد. مثلا إذا قمنا بمسح هذا الإطار سبريمي، يمكن أن نضيف تكست آخر بالنقر على زائد. سأعيد بالنقر على زائد هنا، إذن زائد تكست، نقوم باختيار التكست المناسب، أي تكست هنا مثلا هذا، كنا نختار هذا التكست وهذا الشكل. إذن هو التكست وشكل. إذن جيد، إذن دعونا نمسحه ونقوم بإضافة الأشكال. إذن ننقر على زائد، فعندما ننقر هنا على زائد يمكن أن نضيف الكثير من الأشياء. يمكن مثلا نقوم بإضافة زوندو تكست، أو نقوم بإضافة يعني تكست. إذا عندما ننقر هنا نجد الكثير من أنواع التكست أو ما يمكن إضافته كنص يعني كتكست. نجد زوندو تكست، ونجد أيضا دوفيس يعني العملات، نجد بونكتياسيون يعني ما يتعلق يعني الفواصل والرموز، فليش، الأسهم، أنواع كثيرة من الأسهم. ويمكن أن نضيف رموز رياضية وعلمية، أكبر أصغر يساوي، ألفا بيتا إلى غير ذلك، ورموز مختلفة، هاتف، شمس إلى غير ذلك، رموز كثيرة. جيد، إذن يمكن أن نضيف تكست، كما يمكن أن نضيف فورم، أشكال كثيرة بها أنواع. هناك لفورم، وفي هذا الفورم نجد الكثير من التصنيفات، خط نحل مثلا أورغانيغرام، رموز المعادلات، نجوم. جيد، نجد الكثير من التصنيفات. ممتاز. ويمكن هذا يدخل ضمن الفورم، يمكن إضافة سمارت إليمنت، العناصر الذكية التي تتغير على حسب المكتب وكذا، سنرجع إلى هذا. ثم يمكن أن نضيف أيضا ضمن الأشكال كتابة، يعني كتابات أو رسومات أو خطوط باليد، كان نرسم باليد مثلا هنا
الأداء فقط شكل، ولكن يمكن أن نرسم باليد هنا لسانا من الذي جيد. نعم، ثم يمكن أن نضيف لسيلويت أشكال، هناك تصنيفات هنا على حسب الموضوع. جيد، نعم. ثم يمكن أن نضيف أيضا ميديا، يعني تعلقنا بالصور والفيديوهات وغير ذلك، والمبيانات والجداول. جيد، الآن سنقوم بإضافة الأشكال، اختيارين، تمام، هنا زائد فورم هكذا، ثم نقول هنا هكذا الاختيار الأول. إذا ما هي أطول صورة في القرآن الكريم؟ نكتب هنا سورة البقرة. فورم، إذن هنا فورم يتعلق بخصائص الشكل، أصفر وسطه أصفر وحده أصفر أيضا، دعنا نغير الحد مثلا إلى أزرق، تغير ونضيف له بعض النقاط هنا، لاحظ كيف أصبح، لكن نحن نريد تغيير نص داخل هذا الشكل، فننقر على التكست ونأتي إلى بايدو بوليس، يمكن اختيار اللون الذي نريده، مثلا نختار الأزرق، ثم بايدو بوليس نقوم بتكبير الكتابة هنا بولد. جيد، نعم، هكذا نقوم بجر الجواب، ونقوم بجر أيضا هذه الكتابة إلى الأعلى أكثر، ممتاز. ثم نقوم بنسخ هذا الشكل صورة البقرة، نقوم بنسخ هذه الشكل، كوبي، ثم نعمل لصق، كولي، ثم نقوم بالجر هكذا. جيد، ثم نكتب هنا مثلا صورة النحل، أو نعم النحل، ننقر هنا. جيد، إذا الآن قمنا بإضافة الشكلين أو الأشكال، ما الذي ينقص الآن؟ أن نضيف الشكل، شكل الجواب، يعني الذي يظهر في على الجواب هكذا، نفس الطريقة. إذا الجواب صحيح هنا البقرة، إذا نقوم بتظليل البقرة ونختار نضع له مثلا لون آخر، فورم هكذا، نختار لون مثلا أزرق أو أحمر هكذا مثلا، ترانسبارونس هنا الشفافية، نقوم برفع درجة الشفافية إلى 67 مثلا. جيد، إذا ما الذي ينقص الآن؟ الذي ينقصنا الآن هو إضافة السمارت إليمنت، يعني والحركة. نعم، إذا نقوم بنقر على زائد فورم سمارت إليمنت، ثم نختار السمارت إليمنت الذي نريده، مثلا نختار هذه البطارية مثلا، نقوم بجرها إلى الأسفل قليلا هكذا. جيد، نعم، الآن نقوم بتعديل على خصائص هذه البطارية أو هذا العنصر الذكي،
إذا جيد، نقوم بالتعديل، يجب أن نقوم بالتعديل على خصائصه. ما يوجد عليه الآن هو ماذا؟ هو 25%. إذا لنقوم بالتعديل عليه، ننقر عليه هكذا ونختار إما الفورما أو ننقر هنا. جيد، إذا هكذا فورما. لدينا هنا بورسنتاج نسبة المئوية 25، يجب أن نقوم برفعها إلى 100. إذا نقوم برفعها إلى 100، جيد، ثم ننزل إلى الأسفل دوغي، يعني كم ستدوم البطارية حتى تمتلئ. طبعا هنا موجود واحد، يعني ثانية، لا، نحن نريد 10 ثواني. إذا هنا نقوم بالتغيير على دوغي، ونقوم بتغيير واحد إلى كم؟ إلى 10. جيد، إذا نقوم بجر المؤشر فيصبح لدينا 10. ممتاز، دعونا الآن نقوم بالعرض. جيد، إذا هنا العرض ممتاز، لكن الجواب يعني غير مرتب. إذا ما الذي ينقص الآن؟ ينقص التأثيرات الحركية لزانيماسيون. جيد، إذا نقوم بالدخول إلى أنيماسيون. إذا أولا نقوم باختيار ما يعني النص، هذا النص الذي سيخرج أولا، نقوم بنقر عليه، ثم أنيمي أنتخي. إذا لدينا أنتخي هنا، نختار الزائد ثم أباريتر، يعني التأثير الذي سنعمل عليه أباريتر، ويمكن اختيار أي تأثير هنا على حسب الذوق وعلى حسب الذوق وعلى حسب الموضوع. إذا أولا سيظهر لنا هذا النص، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم، ثم بعدها سيظهر هذا الاختيار الذي هو سورة النحل، سورة النحل أباريتر، إذا سيظهر ثانية، ثم بعدها ما الذي سيظهر؟ إذا هنا هداري، يجب أولا أن نقوم بإزالة هذا الشكل، ثم نقوم بإضافة شكل الجواب، إنه عبارة عن جواب، ثم نقوم بإضافة الأنيماسيون التحريك لسورة البقرة أباريتر. إذا سيظهر ما هي سورة أول سورة، ستظهر أولا ما هي أطول سورة في القرآن الكريم، ستظهر سورة النساء، سورة النحل، ثم سورة البقرة، ثم بعدها العداد. إذا العداد الآن سيظهر أباريتر، جيد، أو بشكل آخر ربما، جيد، ثم بعدها ما الذي سيظهر؟ سيظهر لنا هذا الشكل أخيرا، يعني الجواب. إذن هكذا، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة النحل، سورة البقرة. إذن المشكل هنا موجود في ظهور الجواب قبل، يعني التفكير قبل مهلة التفكير. إذن ماذا سنفعل؟ سنقوم بإصلاح هذا. إذن أولا سنقوم بإزالة التأثير عن هذا العنصر، سيظهر أخيرا. إذا بعد ظهور هذا العنصر سيظهر هذا العنصر أخيرا. إذا سننتظر 10 ثواني حتى كمهلة للتفكير، ثم بعدها نمرر العرض الشريحة فيظهر لنا الجواب. جيد، إذا ماذا بقي؟ سنقوم بترتيب بوضع هذا الشكل على الجواب الصحيح. إذا العرض الأخير سيكون هكذا، العرض الأخير سيكون هكذا، نقوم بفتحه، العرض الأخير
ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة النحل أم سورة البقرة؟ جيد، إذن سننتظر 10 ثواني ثم بعدها مباشرة الجواب الصحيح هو سورة البقرة. ممتاز. إذن ثم ماذا بقي الآن؟ بقي الآن التحية أو شكر وتقدير للمشاركين. إذن نقوم بإضافة شريحة أخرى بالنقر هنا زائد نضيف شريحة جديدة، ثم إذن كي نضيف الشريحة الجديدة نختار التيم الذي سنعمل عليه، أو يعني نختار فقط مثلا يعني فارغ، تيم فارغ أو سلايد فارغ، فنقوم بإضافة النقر على زائد، نأتي إلى ميديا ثم ننقر على جيفي مثلا لكي نبحث عن صورة متحركة، مثلا دعونا نبحث عن ماشا، صورة ماشا مثلا صورة ماشا، نكتب ماشا هنا ماشا عفوا مثلا ماشا ماشا هكذا مثلا هذه مثلا هذه الصورة جيد، ثم نقوم بالكتابة على هذه الصورة، نضيف نص مثلا معين، نقول للمشاركين مثلا نقول للمشاركين هنا هكذا نكتب مثلا نكتب شيء هنا نكتب هنا شكرا لك كما تقول ما شاء. جيد، إذن ثم نأتي إلى فورما، إذن نقوم بتكبير النص وتلوينه على حسب من اللون الذي نريده، كولور دو بوليس مثلا أصفر أو أزرق أو يعني ما على حسب الشكل الذي نريده. جيد هكذا، فيكون العرض الأخير لهذه الشريحة هكذا إلى آخره. شكرا.